السلام عليكم يا شباب. النهارده انا معايا ترايبود جميل جدا، اشتريته النهارده من مكتبة جرير، وهو سعره رخيص جدا يعني في متناول الجميع. حبيت اعمل ريفيو عليه ونشوف شكله. نفتح البوكس بتاعه مع بعض. ده ترايبود اسمه مي فوتو، تمام. الترايبود ده سعره من مكتبة جرير 105 ريال، سعره اعتقد ان هو مناسب جدا. خلينا نشوف بقى، نفتحه مع بعض ونشوف ايه مميزاته. طبعا الترايبود للسمارت فون. اوكي، ادي شكل الكرتونة، تمام. خلينا بقى نفتحه مع بعض. نشوف بقى محتويات الكرتونة مع بعض. هو ده الترايبود، تمام. الخامة بتاعته من البلاستيك، والعمود نفسه اعتقد ان هو ستانلس ستيل، تمام. طبعا من المميزات بتاعته ان هو يقدر يكون ترايبود مكتبي، يعني على المكتب، اوكي، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا ده البوتون بتاعه اللي هو الزرار بتاع اليو اس بي، طبعا شايفينه اهوت. الزرار ده طبعا اللي هو البلوتوث، طبعا احنا ادناه. في زرار في الجنب باور، اوكي اهوت. طبعا بعد ما ادناه، تمام، الزرار ده اللي بيعمل كابتشر للصورة، ده اللي بيعمل التقاط للصورة، اوكي. جدا خفيف، كويس، مواش تقيل. اقدر استخدمه كسيلف ستيك، واقدر استخدمه ان انا اخد صور بيه. الناس الفوتوغرافر اللي هم بيحبوا ياخدوا صور بالجوالات، طبعا بيقلل لك من الاهتزاز. في طبعا الزرار اللي في الجنب ده، تمام، بقفله عشان يثبت. طبعا بيتحرك زي ما انتم شايفين في جميع الاتجاهات، اوكي. وطبعا ده اللي بنثبت فيه الستاند بتاع الجوال نفسه، تمام. قافل على كده. بيجي طبعا معاه قطعتين تانيين. القطعة ديت بتاعت الجوال، تمام. اقدر من هنا اربطه على طول ويصبح بالشكل ده، تمام. طبعا عندي القطعة ديت كمان بتيجي معاه كده. يبقى احنا خلصنا خلاص الاكسسوارز اللي معاه في كرتونة. من الحاجات الكويسة قوي فيه كمان ان هو طبعا بيطلع تقريبا 7 مرات، بمعنى صح ان انا ممكن ارفعه كده لفوق، واثبته طبعا على الارض. يعني هو طبعا مش مكتبي، مش ترايبود مكتبي فقط، طبعا كمان نقدر نرفعه 7 طبقات، نقدر نرفعه 7 طبقات ويصبح عندي بالشكل ده. اقدر استخدمه كسيلف ستيك، وكمان اقدر استخدمه كترايبود او ستاند. اقدر اصور بيه فلوجات، اقدر اصور بيه
ستيل ايمج اصور بيه صور عادية، تمام، خفيف جدا جدا، سهل ان هو يتحفظ في اي مكان، في السيارة، في الشنطة بتاعتك. وايضا برضو حركة حلوة ان هو في ريموت، الزرار ده بيتشال منه خالص، ويبقى طبعا هو بيتشحن بي اس بي عادي، تمام، زي ما انتم شايفين، ويبقى معاك ريموت تقدر تصور من بعيد الصور اللي انت عايزها. حبيت سعره مناسب طبعا، وحبيت ان انا اشاركه معاكم وتشوفوه معايا، وانا لسه بفتحه من البوكس بتاعه، تمام، واشوفكم ان شاء الله في حلقة تانية ان شاء الله. شكرا لكم.